هنشوف دلوقتي مع حضراتكم لقطات خاصة لينا من خلال قناة الأهلي لعيبة منتخب مصر من تونس، ونرجع نكمل معاكم. احنا مش راجعين، احنا تعبنا 3 سنين، 3 سنين كاملين تعبنا، احنا مش راجعين. ابعتوا لنا 2 عشان نكمل، عشان نكسب ال3 ماتشات ونصعد. بعد اذنكم حاولوا تساعدونا، ده جيل كامل مش فرقه 25 لاعب وهيخلص وهينتهوا. احنا مش هنرجع، احنا بقالنا 3 سنين متجمعين وبنتعب وبنحاول ومش هينفع. عشان ايه؟ كل ده عشان ايه؟ احنا ذنبنا؟ احنا اللي قصدنا يجي لنا كورونا؟ فلو سمحت يا جماعه ساعدونا بعد اذنكم، واحنا هنكمل ان شاء الله وناقص 3 ماتشات وان شاء الله هنصعد. يا جماعه بعد اذنكم يا جماعه، احنا منتخب مصر، احنا قاعدين، احنا كل اللعيبه، احنا 14 لعيب سليم تمام، وفي 2 لعيبه ما كملوش القائمه، فيا ريت مصر تجيبهم ونبقى 16 لعيبه نكمل البطوله. لو سمحتوا عايزين ناس تقف في ظهرنا. احنا مش هينفع 3 سنين من عمرنا تضيع كده، احنا تعبنا 3 سنين لازم نكمل اللي احنا فيه. يا جماعه الناس اللي منزله قرار ان احنا ننزل، احنا مش هننزل مصر، احنا عايزين نكمل. احنا 14 لعيب دلوقتي ولسه عاملين مسحه تانية، وان شاء الله الناس هتطلع على سلبيه ما عندهاش حاجه، واحنا مش هنرجع مصر، وفي 2 في مصر لازم تجيبوهم لنا عشان نكمل البطوله، لسه ناقص 3 ماتشات وان شاء الله هنرجع بالبطوله.